بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هناخد موضوع الفنتريكولار سيستم اوف ذا برين. ايه هو بقى قصه الفنتريكولار سيستم اوف ذا برين؟ دول مجموعه من الكافيتيز موجوده في البرين وموجود ماشي فيها السي اس اف سيريبرو سباينال فلويد. الحقيقه احنا عندنا اربعه فنتريكلز، اتنين لاترال فنتريكلز، واحد رايت وواحد ليفت. يبقى رقم ثلاثه هيبقى اسمه ثيرد فنتريكل، رقم أربعة هيبقى اسمه الفورث فنتريكل. دول عبارة عن انتر كوميونيكيتنج سبيسز، يعني سبيسز متوصلة ببعضها. هتلاقي اللاترال فنتريكل متوصل بالثيرد فنتريكل عن طريق الفورامين اسمها انتر فنتريكولار فورامين اوف مونرو. الثيرد هيبقى متوصل مع الفورث فنتريكل عن طريق الاكويدكت اوف سيلفيس. طيب الفورث برضه هنعرف هيبقى كوميونيكيتنج مع السنترال كانال بتاعة المدلة ومنها للسنترال كانال بتاع السباينال كورد. طيب ناخد واحد واحد نتكلم عليه، اللي هو اول واحد اللاترال فنتريكل. الحقيقه اللاترال فنتريكل ده عباره عن اربع اجزاء. الجزء الاول اسمه سنترال بارت او بادي وله ثلاثه هورنز. واحد اسمه انتيرور هورن ده موجود في الفرونتال لوب، واحد اسمه انفيرور هورن موجود في التمبرال لوب، واحد اسمه بوستيرور هورن موجود في الاوكسيبيتال لوب. اتفقنا؟ ايه اللي خليني اقول ان دوت هو الانتيرور هورن مش السنترال بارت؟ هو وجود الفورامين دي اللي هي الانتر فنتريكولار فورامين اوف مونرو، لان الفورامين دي هي الجنكشن ما بين الانتيرور هورن قدام والسنترال بارت او البادي ورا. ولعلمك برضو السنترال بارت دوت بيمتد من الانتر فنتريكولار فورامين قدام لغايه الاسبلينيوم بتاع الكوربس كالوزي. يلا بينا بقى نبدا في كل واحد من الاجزاء دي نتكلم عنه بالريليشنز بتاعته ايه. اول حاجه هو الانتيرور هورن. تمام. كلنا عارفين الشكل ده الكورباس كالوزم. له اربع اجزاء: روسترم، جينو، بادي، سبلينيوم. في ستاره في الانتيرور بارت نازله من تحت الكوربس كالوزا من قدام اسمها سيبتم بليوسلم في المكان دوت. وفي حاجه تانية اسمها فورنكس ورا. الصوره دي عايزين نحفظها كويس قوي لانها هتهمنا في حاجات كتير. الفورامين دي مين؟ قلنا الانتر فنتريكولار فورامين اوف مونرو. تمام. مهم جدا يا جماعه تبقوا عارفين الريليشنز بتاعتها مين قدامها ومين وراها. برضو هسبق شويه كده اقول لكم ان ده الثالاموس. له بوستيرو اند بتبقى برود وانتيرو اند بتبقى نارو. ودي الفورنكس ولها من قدام حاجه اسمها كولومن اوف فورنكس، ده اسمه انتيرور كولومن اوف فورنكس. ودي اسمها انتيرور اند اوف ثالاموس. ما بين الاثنين الانتر فنتريكولار فورامين اوف مونرو. يبقى عايزين الريليشن بتاعتها هتقول لي قدامها الانتيرور كولومن اوف فورنكس وراها الانتيرور اند اوف ثالاموس. وبرده ليه بتقول الانتر فنتريكولار فورامين دي عايزها؟ لان هي دي الديماركيشن ما بين الانتيرور هورن قدام والسنترال بارت او البادي ورا. طيب من الصوره دي كده حد شاطر يقول لي ايه الروف بتاع الانتيرور هورن؟ هيقول لي البادي اوف كورباس كالوزا. طب مين الانتيرور هورن؟ هيقول لي الجينو اوف كورباس كالوزا. طب مين الفلور؟ الروسترم اوف كورباس كالوزا. انا الحقيقه من الصوره دي مش عارف احدد ميديال من لاترال، فلازم اخد حاجه قطع كده مكان انت شايفه ده. ده اسمه كورونال سيكشن عشان اشوف الصوره اللي بعد كده اللي انت هتشوفها دلوقتي حالا. الصوره دي عايزه تقول لك ايه؟ ادي الانتيرور هورن اهوت، فوقيه الكوربس كالوزم زي ما اتفقنا، الميديال وول واللاترال وول. اللاترال وول موجود فيه عندي مش لاترال وول بس، ده لاترال وول والفلور. خلي بالك دي الهيد اوف كوديت. هنشوف كمان شويه ان شاء الله ان الكوديت دي لها ثلاث اجزاء، لها هيد وبادي وتيل. اللي له علاقه بالانتيرور هورن هو الهيد اوف كوديت. علاقتها ايه بيه؟ موجوده في اللاترال وول وفي الفلور. حد شاطر يقول لي كان في حاجه كمان موجوده في الفلور قايلينها في الصوره اللي فاتت. روسترم اوف كورباس كالوزا. يبقى الحاجات اللي في الفلور هي عباره عن هيد اوف كوديت مع الروسترم. امال مين الميديال ده؟ الميديال ده هو السبتم باليوسيدم. مين اللي متعلقه فيه تحت دي؟ دي الفورنكس. خلصنا كده اول واحد اللي هو مين؟ الانتيرور هورن. تعال نتكلم على البادي او السنترال بارت. ادي السنترال بارت بتاعي. الصوره دي يا جماعه نحفظها كويس جدا لان دي هتفيدنا كمان في الثالاموس، يعني رهيبه جدا لما نيجي نتكلم عن الثالاموس ان شاء الله. عاوز اقول لك
الروف بتاع السنترال بارت هو الحاجه دي برضو، ده اسمه كوربس كالوزم، بس اي جزء بادي اوف كوربس كالوزم. طيب الميديال وول مين الستاره اللي نازله منه؟ ده سيبتم باليوسيدم. مين اللي تحت؟ فورنكس. جميل جدا، يبقى انت كده خدت الميديال وول بتاع الكوربس كالو بتاع السنترال بارت. تعالى بقى نشوف الوول ده، ده يعتبر الفلور. الفلور ده حاجات ارينجد فروم لاترال تو ميديال كده. بص معايا الصوره دي الاول قبل ما نشوف البيانات عليها، ده الكوديت. بس اي جزء من الكوديت بقى المره دي؟ ده هيبقى البادي اوف كوديت. يبقى الفلور بتاعي فيه مين؟ بادي اوف كوديت. مين الكره الكبيره دي؟ ده الثالاموس. خلي بالك في جروف ما بين البادي اوف كوديت والثالاموس ماشي فيه حاجتين هنقولهم كمان شويه حالا. يبقى ده اسمه البادي اوف كوديت والابر سيرفيس او سوبر سيرفيس اوف ذا ثالاموس. وما بينهم وبين بعض جروف فيه تو ستراكشرز ماشيين هنعرفهم دلوقتي. ادخل على جوه شويه هتلاقي فيه عندك كورويد بلكسس. هما الحاجات دول كلهم هما الفلور بتوع مين؟ بتوع السنترال بارت اوف ذا لاترال فنتريك. ده البادي اوف كوديت. الحاجتين بقى اللي في الجروف هما مين؟ عباره عن سترايا تيرميناليز. ايه بقى السترايا تيرميناليز دول؟ دول فايبرز او اكزونز بتوع حاجه من البيزل جانجلي اسمها اميجدالويد نيوكليس او اميجدالويد بادي. الفايبرز دول بيبقوا ماشيين على الميديال سيرفيس بتاع الكوديت، عشان كده كل ما تشوف كوديت هتلاقي عليها حاجه ايه اسمها سترايا تيرميناليز. يبقى دي اسمها سترايا ايه؟ تيرميناليز. والفين الازرق ده اسمه ثالاموس ترايد فين. موجودين فين؟ في الجروف اللي ما بين مين ومين؟ البادي اوف كوديت والابر سيرفيس اوف ذا ثالاموس. ادخل شويه جوه هتلاقي كورويد بلكسس. ايه قصه برضو الكورويد بلكسس دول؟ ده عباره عن ارتري اللي هو هيتصنع منه السي اس اف، بيبقى انفاجينيتنج جزء من البيه وكلهم مع بعض عاملين حاجه اسمها تيلا كورويدي، يعني بلاد فيسل حواليه لير من البيه ماتر عاملين حاجه اسمها تيلا كورويدي. طيب من الصوره معلش تاني نعيد مع بعض بسرعه. ده الروب بتاعك بادي في كوربس كالوزم، الميديال وول سيبتم باليوسيدم، الفلور فروم لاترال تو ميديال بادي اوف كوديت، وتو ستراكشرز موجودين ما بينها وبين السوبر سيرفيس اوف ذا ثالاموس اسمه ايه؟ سترايا تيرميناليز، ثالاموس ترايد فين، وكرويد بلكس. الصوره دي انا مش عايز اعديها عشان تخدمني لما اتكلم على الثالاموس كمان شويه. ايه بقى الصوره دي؟ مش ده الثالاموس؟ لاترال له الاخضر ده هو مين؟ لينتيفورم نيوكليس. ما بينهم وبين بعض الانترنال كبسول. يبقى لما اقول لك ايه اللاترال ريليشن للثالاموس بالمره هتقول لي مين؟ لينتيفورم نيوكليس و انترنال كبسول. بعد كده هوت هلاقي فيه عندي تحت الثالاموس اكيد فيه مين؟ سب ثالاموس. وتحته المكان المخطط دوت النقط ده اسمه بوستيريو بروفيتد سبستانس. ولو نزلت تحت اكتر هتلاقي التجمنت اوف ميد برين تحت البوستيريو بروفيتد سبستانس. كان عايز اقول لك قول لي الفير ريليشن اوف ذا ثالاموس هتقول لي كل دول. الميديا ريليشن اوف ذا ثالاموس اكيد هو الفنتريكل الثالث اللي هو سيرد فنتريكل، ومتوصلين مع بعض بحاجه اسمها انتر سلامك ايه؟ ادهيجن. كده خلصنا اخينا البادي اوف كوربس او البادي اوف لاترال فنتريكل. تعالى بقى نتكلم عن البوستيريور هورن. الحقيقه البوستيريور هورن ده اكيد موجود زي ما اتفقنا في الاول، كان موجود في اي لوب؟ كان موجود في الاوكسيبيتال لوب. طيب بص معايا على الصوره دي كده البوستيريور هورن، هلاقي الكوربس كالوزم عمل ستاره عدت لاترال لو اسمها تابيتم. يبقى الروف بتاعك عباره عن تابيتم وعامل لك كمان لاترال وول. التابيتم نازل معاك للاترال وول ومعاك ايه ده كمان؟ دي حاجه اسمها اوبتيك راديشن. طيب الميديال وول مهم جدا، في تو اليفيشنز موجودين، ادي اليفيشن وادي اليفيشن. ايه اللي خلى الاليفيشن دول يظهروا؟ حاجه زقت عليهم من بره. ده جزء من السبلينيوم في كوربس كالوزم اسمه فورسبس ميجور. عمل لك حاجه اسمها بلب اوف بوستيريور هورن. يبقى البلب اوف بوستيريور هورن معمول بمين؟ بالفورسبس ميجور. دي الكالكراين سالكس هتعمل لك بلج في البوستيريور هورن. ده اسمه ايه؟ اسمه كالكر افيس. يبقى لو سالتك كده ايه هما التو اليفيشنز اللي موجودين في الميديال وول؟ هتقول لي البلب اوف بوستيريور هورن ده معمول بالفورسبس ميجور، والكالكر افيس معمول بالكالكراين سالكس. الهورن الثالث ويعتبر اكبرهم هو الانفيرور هورن. ادي شكل الانفيرور هورن اهوت، عامل زي حاجه فاتحه بقها كده ولها عينتين فوق جمال اهمت. الحاجه دي ايه بقى؟ الروب بتاعنا هو الحاجتين الحمر دول، العينتين دول.
فاكر قلت لك ان انا كان عندي حاجه اسمها التيل اوف كوديت؟ مش قلت لك الكوديت لها ثلاث اجزاء، هيد وبادي وتيل. خدت الهيد والبادي في الانتيرور هورن والسنترال بارت او البادي بتاع اللاترال فينتركل. التيل موجوده بقى فين؟ موجوده في الروف اوف ذا انفيرور هورن، في الروف. جميل. ومعاها فاكر كنت بقول لك حاجه اسمها سترايا تيرمينالز، اللي هي كانت الاكزونز بتاعت مين؟ الاكزونز بتاعت الاميجدالويد بادي، كانت ماشيه مع مين؟ مع التيل اوف كوديت. جميل. امال مين ده؟ ده كده اللاترال وول عباره عن مين؟ عباره عن تابتم. حد يقول لي انا مش متخيل الرسمه دي ايه؟ هقول لك حاضر. مش ده كان الانفيرو سيرفيس بتاعت انتوريال بارت؟ كان فيه اثنين سالكاي، واحده اسمها اوكسيبيتو تيمبرال سالكس وواحده اسمها كولاترال سالكس، وكان عندي ميديال ولاترال اوكسيبيتو تيمبرال جايراي على الجنبين، وكان موست ميديال كان مين دي؟ بارا هيبو كامبال جايرس. يعني مين ده؟ ده الكالكارين سالكس، صح؟ متاسف، كولاترال سالكس. الكولاترال سالكس دي هتعمل اليفيشن جوه الهورن، زي ما خدنا اليفيشن كانوا موجودين في البوستيرور هورن من شويه. الاليفيشن ده اسمه كولاترال ايمينانس، معمول بمين؟ معمول بالكولاترال سالكس. مش دي البارا هيبو كامبال جايرس؟ ايه اللي معمول؟ ايه اللي جواها؟ الهيبو كامبس. يبقى الاليفيشن اللي موجود عندي ده مين؟ يبقى معلش تاني نلخص بقى، الانفيرور هورن الفلور بتاعه فيه تو اليفيشنز، واحد اسمه كولاترال ايمينانس معمول بالكولاترال سالكس، وواحد اسمه هيبو كامبال ايمينانس معمول بمين؟ بالهيبو كامبس. الميديال وول بتاعنا فيه كورويد بليس. كده خلصت مين؟ كل الهورنز والسنترال بارت بتاع اللاترال فينتركل. طالب منك بقى طلب صغير جدا، تقول لي ايه؟ الكوميونيكيشنز بتاعته. عرفنا الكوميونيكيشن بتاعته، هو بيتصل بالثيرد فينتركل عن طريق مين؟ الانتر فينتركلر فورامن اوف مونرو. فاكر الريليشنز بتاعتها؟ قدام انتيرور كولوم فورنكس، ورا انتيرور اند اوف ثالاموس. يلا بينا على الثيرد فينتركل. الثيرد فينتركل ده لو تفتكر انا خدت الصوره دي من شويه، كنت بقول لك مين ده؟ قلت لي ده كوربس كالوزي. وما عدتش عايز بقى التفاصيل الثانيه بقى اجزاء وكلام ده، انا عايز ادخل على الحته اللي انت شايفها دي. ده مين؟ ده الثالاموس. له كام اند؟ له تو اندز، انتيرور اند اهي، وبوستيرور اند اللي ورا دي. طيب الانتيرور اند انت جايبها ثاني ليه؟ عشان اقول لك ان في عندي انتيرور كورمن اوف فورنكس، وما بينهم وبين بعض مين؟ انتر فنتريكولار فورامين. طيب ما جبتش جديد لحد دلوقتي. انت عارف الثالاموس ده يعتبر ما بينه وبين الثالاموس بتاع الجنبه الثانيه هيبقى فيه الثيرد فنتريكل. طيب الفورامين دي او ده الثالاموس قلنا، وتحتي الجزء كل ده اسمه الهايبوثالاموس. ايه هو الهايبوثالاموس عايز تقول عليه؟ عايز اقول شايف ده؟ مش كنا ده قلنا ده اسمه روسترام اوف كوربس كالوزم؟ ده اسمه حاجه اسمها انتيرور كوميشر. ده نوع من الكوميشر الفايبرز زي الكوربس كالوزم كده، اسمه ايه؟ انتيرور كوميشر. نازل منه حاجه اسمها لامينا ترمينالز، تحتيه اوبتيك كيازما. الحته دي اسمها تيوبر سيناريوم، متعلق منها البيتيوتري جلاند. الكره الكبيره دي اسمها ماميلاري بادي. المنطقه المخرمه دي اسمها بوستيريور برفوريتد سابستنس. ما خلينا اللي يعرض معانا، ماشي حاضر اهو. دي انتيرو كوميشر، لامينا ترمينالز، اوبتيك كيازما، تيوبر سيناريوم، ماميلاري بادي، بوستيريور برفوريتد سابستنس، وده تيجمنتم اوف ميد برين. عايز اقول ايه؟ ان كل ده يا جماعه ده اسمه ثالاموس، وكل الاستراكشرز انت شفتها مرصوصه تحت دي كلها اسمهم هايبوثالاموس. ايه الديماركيشن ما بين الاثنين يا دكتور؟ حاضر، في سالكس اهي ما بين الاثنين اسمها هايبوثالاميك سالكس. دي امتدادها ايه؟ من قدام من عند الانتيريور، او من قدام عند الانتر فنتريكولار فورامين، وورا عند الاكويدكت اوف سيلفس. ودي اللي هتعمل لك سيبريشن لمين؟ الهايبوثالاموس تحت للثالاموس فوق. تمام كده؟ في النقطة دي انقطح فيها دي اسمها انتر ثلاميك اديجن، يعني الوصلة ما بين الثالاموس بتاع الجنب اليمين والشمال. انقطح فيها عشان اشوف السايد دوت. طيب يا دكتور انت عايز تقول ايه من الصورة دي؟ عايز اقول لك قول لي الانتيرور وول. سهلة جدا. الانتيرور عبارة عن الحاجة دي، انتيرور كولومن اوف فورنكس، والانتيرور كوميشر، واللامينا ترمينالس. شكرا. طب الفلور يا دكتور لو سمحت؟ هم الحاجات بتوع الهايبوثالاموس، اوبتيك كيازما، تيوبر سيناريا، ماميلاري بادي،
posterior perforated substance tegmentum of midbrain. برافو. طب البوستيريور وول لو سمحت. بص لي كده، شايف الكره دي؟ الكره دي اسمها باينيال بودي. الغده الصنوبريه دي لها دراعين، دراع فوق اسمه هابينولار كوميشر، ودراع تحت اسمه بوستيريور كوميشر. وشايف مين الفتحه دي؟ دي الاكويدكت اوف سيريس. الاربع حاجات دول هم البوستيريور وول. يبقى الصوره دي ببساطه شديده عرفت لك الانتيريور وول والفلور والبوستيريور وول، وعرفتني معلومات عن اللاترال وول بس هجيبها في الصوره الثانيه. ركز بس معايا في حاجه مهمه جدا، لما هتكلم عن الهايبوثالامس هقول لك ان الحاجات دي كلها اسمهم هايبوثالامس، ما تنساش. طيب الصوره دي انا حاسس ان انا شفتها قبل كده وانا بتكلم عن مين؟ عن السنترال بارت اوف لاترال فينتريكل، وعايزها تاني في مين؟ في الثيرد فينتريكل، وعايزها كمان في مين؟ في الثالامس. يعني مهمه مهمه. طيب انا مش هتكلم الحاجات اللي انا ثبتها مش عارضها دي لاني مش عايز، انا عايز بس الحته دي. ده كده اللاترال رول بتاعي عباره عن الثالامس، وده اللي تحت ده اسمه ايه؟ الهايبوثالامس. ما بينهم وبين بعض الجروف ده اللي هيبقى اسمه ايه؟ هايبوثالاميك سلكس. طيب هو الثالامس شكله كده في الصوره دي؟ بيبقى شكله الثالامس ده عامل زي حرف اليو كده يا جماعه، له فيرتيكال ليم وهوريزونتال ليم. الفيرتيكال هيساعد في تكوين اللاترال رول، ما هو الثالامس، والهوريزونتال هيبقى الفلور هيقفل من تحت. خلي بالك بقى كده الروف بتاعنا عباره عن ايه؟ دي كده اسمها ابندايما، اللايننج بتاع الفنتكل اسمه ابندايما. اللي من دايما ستريتشد ما بين التو ثلاماي دي، هي دي مين؟ هي دي عامله لك الروف، وعليها تو فينز. اسمهم ايه التو فينز دول؟ اسمهم انترنال سيريبرال فينز. يبقى الروف عباره عن ابندايما وعليها انترنال تو انترنال سيريبرال فينز. وعرفنا الميديال وول والايه؟ اللاترال وول متاسف، والروف. كده خلصنا كل علاقاتنا بمين؟ باخينا الثيرد فينتريكل. في ريسيسز بقى، في جيوب موجوده في الثيرد فينتريكل عايزك تعرفهم. في اتنين قدام واتنين ورا، مش دول جيوب اهم. اول واحد اسمه اوبتيك ريسيس، وده اسمه انفانديبولار ريسيس، وده اسمه باينير ريسيس، واللي فوق يبقى اسمه سوبرا باينير ريسيس. سهل اهي، اوبتيك ريسيس، انفانديبولار ريسيس، باينير ريسيس، سوبرا باينير ريسيس. الكوميونيكيشنز اظن كلكم حفظتوها دلوقتي. كوميونيكيتس مع مين؟ مع اللاترال فينتريكل. بمين؟ بالانتر فينتريكل فرام اوف مونرو. وكوميونيكيتس مع مين؟ مع الفورس فينتريكل، عن طريق مين؟ اكويدكت اوف سيلفيس. تمام، جميل، خلصنا سيلف فينتريكل. يلا بينا على الفورس، يلا بينا. فورس فينتريكل ده عباره عن تنت شيبد سبيس موجود ما بين البونز، الباك اوف بونز، ده كده الباك اوف بونز، والباك اوف اوبن مدلة، ده يعتبر الفلور بتاعه. في الظهر بتاعنا السيريبيلم، انا شلت السيريبيلم عشان اوفك الفلور ده. فالفلور بتاع الفورس فينتريكل عباره عن بونتاين بارت وميدلري بارت. ايه اللي خلاك تقول ده بونتاين وده ميدلري؟ في فاصل، الفاصل ده اسمه ميدلر استراي او استراي ميدلاريس. حد فاكر استراي جت من شويه؟ فاكر استراي ترمينالز؟ ايه هي؟ ده كانت الفايبرز او الاكسونز بتاعت الاميجدالويد نيوكليس، وكانت ماشيه مع مين؟ مع الكوديت لو تفتكر. اما المستراي ميدلاريس دي عباره عن فايبرز بتاعت الاركويت نيوكليس، وهي عايزه تروح للسيريبيلم وبتمشي في الانفيرو سيريبيلر بدانكل. شاطر. طيب تعالى بقى نشوف ايه اللي هنلاقيه في البونتاين بارت. خلي بالك برضو نفس الصوره دي هتحتاجها وانت بتتكلم عن الدورسال سيرفيس بتاع البونز والمدله، فتحفظها برضو عشان ما نعدهاش تاني. ايه الصوره دي؟ هلاقي في اليفيشن قريب من الميد لاين اسمه ميديال ايمينس، في نهايته كره من تحت. الكره دي اسمها فيشيال كوليكلس. اوعى تنسى ايه اللي عامل فيشيال كوليكلس، لان ده مهم جدا. الفيشيال كوليكلس دي معموله ب الابديوسنت نيوكليس وليس الفيشيال نيوكليس، عشان ما يتلخبطش. ابديوسنت نيوكليس متحوطه بالفيشيال نيرف فايبرز. تمام، جميل. هلاقي فيه فوفيا ديبريشن كده مور لاترال اسمه سوبيريور فوفيا، والحته اللي لاترال دي اسمها ابر فيستيبولار اريا. ده الفلور بتاعنا جزء مين؟ البونتاين بارت. تعالى للميدلري بارت، هلاقي فيه انفيرتد في كده عامله لك حاجه اسمها انفيريور فوفيا. دي هتقسم لي الدنيا بتاعت الميدلري بارت دي الى ثلاثه مثلثات، 3 ترايجونز. اللي جوه الفي بادئ بحرف الفي اسمه فيجا ترايجون. مين اللي عامله او مين اللي تحتيه؟
دورسال فيجال نيوكليس مور الميديال لوب هايبوجلوستال تريجون معمول بمين؟ بالهايبوجلوستال نيوكليس. لاترال لوب التريجون الثالث اللي هو مين؟ فيستيبولار تريجون، وده معمول برضه بفيستيبولار نيوكلياي. شطار جدا انت كده. قلت الفلور، ما تكلمني بقى عن الباوندريز. الباوندريز بتاعتنا في الابر هاف ده اسمه سوبيريور سيريبيلر بدانكل، وفي اللور هاف انفيريور سيريبيلر بدانكلز، وما تنساش الجراسيل والكونيت. يبقى انت كده حوضته داير ما يدور. فاضل لي بقى اعرف ايه؟ اعرف الروف بتاعي. الدنيا ما بتبقاش فاضيه كده، التو سيريبيلر والسيريبيلر بدانكلز دول بيبقوا مشدود عليهم ستاره كده عشان تقفل الدنيا، او تحط عليهم السيريبيلر من فوق. الستاره دي عباره عن اسمها سوبيريور ميدالري فيلم. يبقى الروف في الابر بارت اسمه ايه؟ سوبيريور ميدالري فيلم، اللي هو مشدود ما بين التو سوبيريور سيريبيلر بدانكلز. طيب وتحت انفيريور ميدالري فيلم اللي مشدود ما بين مين؟ ما بين الانفيريور سيريبيلر بدانكلز. يلا عايزين نشوف بقى الريسيسز بالمره. جميل جدا. الريسيسز برضو زي ما قلت في جيوب في الثيرد فينتريكل، ففي عندي جيوب في الايه؟ في الفورث فينتريكل. الحقيقه عندي ثلاثه في الفورث فينتريكل. تو لاترال ريسيسز اللي انت شايفهم دول عباره عن برولينجيشن طالعين لبره كده، وينتهوا في الاخر بخرمه كده اسمها فورامين اوف لوشكا، ودي اللي هتفتح على مين؟ على السب اراكنويد سبيس. وفي فورامين في النص كده اسمها فورامين اوف ماجندي، بس انا مش بتكلم دلوقتي على الفورامين، انا بتكلم على مين؟ على الريسيس. في عندي تو لاترال ريسيسز بس دول في نهايتهم فورامين اسمها فورامين اوف ايه؟ اوف لوشكا. وفي ريسيس ورا اسمه دورسال ريسيس او سيريبيلرال ريسيس. كام ريسيس بقى قلنا؟ ثلاثه، دورسال او سيريبيلرال ريسيس وتو لاترال ريسيسز. امال الكوميونيكيشنز ايه؟ ده سهله جدا. مع الثيرد فينتريكل عن طريق مين؟ اكويدكت اوف سيلفيس. طيب مع الكلوزد مدلع عن طريق مين؟ سنترال كانال. طيب في بقى كوميونيكيشن لهم مع السب اراكونيد سبيس، عشان اعمل درينج بقى للسي اس اف ده واوصله للسب اراكونيد سبيس، هلاقي فيه ثلاثه فورامنا زي ما قلت لك. 1 سنترال فورامن اوف ماجندي و2 لاترال فورامنا اوف لوشكا. يبقى لو قلت لك الكوميونيكيشن مع السب اراكونيد سبيس عن طريق كام فورامنا هتقول لي؟ ثلاثه. 1 ميديان ماجندي و2 لاترال لوشكا ال ال ام ام. ماشي؟ طيب تعالى بقى نشوف السيركيليشن بتاع السي اس اف ازاي. زي ما اتفقنا السي اس اف بيتصنع عن طريق حاجه اسمها كورويد بليكسس لاترال والثيرد والفورث فينتريكل. اللي صنع في اللاترال فينتريكل يعدي عن طريق فورامين اسمها ايه؟ انتر فينتريكل فورامين، يروح لمين؟ للثيرد فينتريكل. ومن الثيرد فينتريكل يروح للفورس عن طريق مين؟ انتر الاكويدكت اوف سيلفيس. ومن الفورس يروح للسنترال كانال بتاعت السبانال كورد، ويروح كمان للسب اراكنويد سبيس عن طريق مين؟ ثلاثه فورامين، فورامين اوف ماجندي وتو فورامين اوف ليشكا. يبقى انا كده طلعته للسي اس اف. عايز ارجعه للفينس بلاد بقى، ارجعه عن طريق مين؟ هيروح للسوبير والساجيتال ساينس عن طريق حاجه اسمها اراكنويد جرانيوليشنز. ده اسمه اراكنويد جرانيوليشنز، يحصل فيه فلتريشن للسي اس اف لمين؟ للسوبير والساجيتال ساينس. في يا جماعه دايلاتيشنز بتحصل موجوده اسمها سيسترنز باسماء مختلفه كتير. اشكركم ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.